لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ما كنت أتصور في يوم من الأيام أني أجلس في هذه الجلسة تبارك الرحمن مع واحد شرطي في بريطانيا وأسمع يقرأ القرآن أفضل مما نحن نقرأ. السؤال الأهم من بعد هذه القراءة، تعرف أن تتكلم اللغة العربية، تفهم اللغة العربية؟ In terms of Arabic, I can understand most of Arabic conversation. Of course, when it gets to more complicated words and you know less common words, I struggle a little bit. But I generally understand the topic and the I'd say 70 to 80% of a conversation between two people. And in terms of speaking, I don't actually speak because I don't practice. But I'm sure if I did practice, then it wouldn't take very long because I already have the reading and the understanding in most part. So inshallah, with a bit of practice, the speaking will also arrive. يا رب نرى أخونا دانيال وتدعو له الآن ممن يشاهدنا، كلنا ندعو له أن يكون من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، يعيش في مجتمع لا يوجد في مشايخ قرآنيين متقنين ولكن يقرأ القرآن بهذه الطريقة، والله نخجل من أنفسنا. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.